كريم يبقى جون خبرتك اساسي. كريم هنداوي عندك عصام الطيار. انا وجهة نظري ان ده لازم ياخد وقته، استوى حارس بقاله فتره بيتفرج يعني ياخد وقته يعني، يعني انه جاهز يبدا يلعب يلعب خلاص. اه يعني خلاص قصدك بقى انه يلعب جاهز يلعب جاهز ان هو يلعب يشارك بقى، يبدا يشارك ويبدا هو اللي يشيل في البطوله دي ولا بعد البطوله دي؟ المفروض في البطوله دي يعني. هو البطوله بس احنا عندنا في الحراسه ان كريم وعصام ما فيهاش فرق، ان ممكن ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش، لان كمان انت عندك الماتشات ورا كتير بعض ورا بعض، الحمل فيها تقيل، الحمل الذهني. خلي بالك مركز حراسه المرمى الفكره كلها مش بدنيا خالص، المركز بتاع حراسه المرمى الحمل بيبقى حمل ذهني، والحمل الذهني قد البدني 10 مرات. فالحمل الذهني هيبقى على الحارسين تقيل، فانت محتاج الاثنين يبقوا جاهزين، الاثنين يبقوا رجليهم في الملعب. طب كابتن حماده الروبي يعني طبعا وصل في ماتش من الماتشات، الراجل ده كان جامد ازاي ان الناس بتاعت فرنسا يعني شاطت الكره في وشه علشان يقع عايزين نشوف اللقطه دي، بص اتفرج عليها. شاطت الكره في وشه عشان يطلع بره عشان يكسبه. كان قصدهم قصده يشوط الكره في وشك كده؟ آه لا ما اظنش يعني، ما اظنش، بس هو بس الماتش ده كنت ماشي كويس قوي فيه، بس ما اظنش يعني. يعني تعرف يا كابتن ميدو ان بعد بس كل الناس قالت ان هو كان قاصد. تم تعديل القانون؟ القانون اللي بعد اللقطه دي القانون اتعدل. اللي هي ايه بقى؟ ان الكوره اي لعيب يشوط الكوره في وش الحارس سواء متعمد او غير متعمد كارت احمر في السلوك. كارت احمر ويطلع حتى لو مش قصده. طب افرض انا شفت قلت انا طلعت واديت واحده جت في وشه عامل ازاي؟ لا هو الرياكشن بتاعه وحش. لا 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 ما انت انت شوطها فين؟ في اتجاه لو من قريب اصلا في اتجاه مباشر. اه انما لو من بعيد عادي. لكن انت لو شوطها في زاويه من الاثنين وانا رايح بوشي جوه الحدق خلاص. لا خلاص، لكن طول ما انا بتحرك انت ما عندكش مشكله. هو اللي مش لكن هنا انت هتلاقي نفسك انا واقف في مكاني في المحيط بتاع وشه وش داخل فيه ده كان مضايقتين مش مضايقتك كمان في الماتش ده. انا بقول مش قصده يعني، انا بقول ان هو نعم. انا بقول ان هو كان شاطه جنب دي ما فيش نقطه. طب الثانيه ايه الكره الثانيه لما في واحده ثانيه اه ماتش هم كورتين ورا بعض الكورتين دول فصلوا دوبي خالص. لا والمشكله ان الروبي الماتش اللي قبليه كان واخد كارت احمر. اه الماتش روسيا ماتش روسيا كارت احمر في اول ربع ساعه. بس على فكره يعني لازم يا جماعه يعني ايه لازم تبقى شجاع جدا ان انت من لا لازم تخلف تعمل بلوك من لا ما هو كل لا لكن انت تخلف عشان تلعب اللعبه دي. اه يعني مش اللي جوان بتوع الكوره بس اللي مجانين. لا 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 هاند بول اعلى اجنب كتير. لا 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 بتوع الكوره طيبين ما شاء الله. لا 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 بتوع الكوره مش طيبين. لا 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 طيبين اللي جوان بتوع الهاند بول. لا لا الهاند بول انا ما لعبتش مع جون كوره عاقل بصراحه. صوت لا انا ما لعبتش مع جون هاند بول فكر في العقل لان كله ايوه. خلي بالك لازم تبقى مجنون جدا عشان واحد طالع وبركبك كده وديك كوت وتفضل واقف. المسافه كمان قريبه كمان المسافه 6 متر او 4 متر وصوت الكوره بس من قوه 90 تاني حاجه انت في لعيبه بتبقى شايط قصدها ان هي شايطها في وشك، فانت لو هتخاف او جبان او بتعمل رياكشن بتبعد وشك. لكن انا في رايي عشان تختار في الناشئين ما اعرفش طبعا نظام الاختيار سكاوتنج ايه يعني، عشان اختار حارس مرمى لفرقه هاند بول او حارس مرمى مميز لازم اعمل له اختبار شجاعه، نطت ثقه بقى افك عليك البين رود فايلر اشوف هو صح اشوف والله اشوف هو ايه هيعمل ايه وبناء عليه اختاره يقف جول ولا لا. تعالوا عايزين نستعرض الملاعب بتاعتنا لان حصل تطور كبير جدا في البنيه التحتيه بالنسبه للصالات بشكل عام. تعالوا نستعرض الملاعب بتاعتنا الدولي الساعه الجماهيريه بتاعته طبعا 16200 متفرج ممكن يحضر منهم 20% بس 20% بتوع 16 في حد شاطر في الرياضه 3200 3200 مجمع العاصمه الجديده طبعا ملعب جديد وملعب هايل اتفرجت على الصور بتاعته 7000 متفرج. برج العرب 5000 متفرج واخيرا ملعب 6 اكتوبر دي ملاعب البطوله 4500 متفرج ودي الصور ده صوره طبعا صاله الاستاد القاهره وده العاصمه الجديده وده ملعب برج العرب واخيرا ده ملعب 6 اكتوبر. طب كابتن كنا بنتكلم على ان ازاي يا كابتن صابر نحافظ على احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره جدا في الكوره بشهاده الجميع ان احنا بنعرف نعمل ملاعب كويسه جدا، لكن عندنا مشكله ان المحافظة. احنا في تومنتين او ان احنا نحافظ على مستوى الملاعب دي من حيث بقى الصيانه وكل الكلام ده. ايه اللي نقدر نعمله عشان نقدر نستفيد من الملاعب دي؟